تابعونا عبر شاشة تلفزيون دبي ببرنامج تاتاتا. برافو، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سهرتنا سهرة، جمهورنا جمهور، واكيد ديو سبيسيال. إذا تاتاتا جون فيليب بوردو ونسيب ماضي، صوت تاتاتا لعماد مراد، وإخراج تاتاتا لباسم كريستو. ضيوفنا ذا فابولوس فور ستارز، صبايا رائعين، باسمة أروى، هدى سعد، ووعد البحري، وطبعا بتسمع زقفة كتير كبيرة لنجم النجوم اللي كلنا اشتقنا له، فضل شاكر. بتروح الايام وبتجي الايام، عشاق بيتفرقوا تنتهي الاحلام. بتروح الايام وبتجي الايام، عشاق بيتفرقوا تنتهي الاحلام. وانت بقلبي بعدك بعدك على بالي، حبك الك وحدك يا اغلى من حالي. وبعدك على بالي يا لمي انا وياك، احلامي احلامي كله بدا.
شكرا. اهلا وسهلا، نورت ترتتار. ميرسي رزان حبيبتي. الجمهور سعيد، مئات وملايين المشاهدين عبر شاشه تلفزيون دبي. اشتقنا لك. وانا كمان استنى ومس حبيبتي رزان، شكرا. وانا اشتقت لكم كمان كثير. يعني فضل، بدي اشكرك فعلا على لانك خصيت ظهورك الاول نجم محبوب، نجم القلوب بالعالم العربي، نجم الاحساس بدون القاب. انا بعرف انه فضل شاكر ما محتاج للقب لانه هو بكل قلب جمهور صبيه او بنت ومشاهدين في جزء من قلبهم لفضل شاكر. حبيبتي كلك ذوق. ميرسي رزان، ميرسي. كثير كلام نقوله، ولكن بالبداية بدي رحب بالمايسترو اللي موجود معنا اليوم، مسيو ناصر الأسعد، خصيصا لحلقة النجم فضل شاكر. وما بدنا ننسى الرائعين الميوزيشنز والموسيقيين الموجودين معنا، يعطيكم ألف عافية. طبعا زقفة كثير كبيرة. شو قصة المقابلات؟ نحن بنحبك وانت ما بتحب المقابلات من الاخر. يلا، يعني بحب غني اكثر ما احكي. طب واللي بحب يسمعك شو بيعمل؟ يعني ما بعرف شو بدي احكي، بحب انه ترجم هالشي بالغنى. قبول بليز. طبعا نحن كثير مبسوطين انه حيكون عنا هالسبق الاعلامي، نقدر نسمعك مش غنائيا، غنائيا ديو وتريويت، ونقدر نعرف اكثر فضل شاكر الانسان. الف مبروك الف مبروك الف مبروك. كلكم اشتريتوا السيدي طبعا بليز. السيدي الجديد بعد على البال، الاغنيه الاولى سمعناها كلمه بيير حايك والحان بلال الزين، 10 اغاني رائعين، يتصدر قائمه المبيعات. شو هالجيل؟ 3 سنين اشتاقوا لك كثير، واخر مقابله صار لها 5 سنين. يعني انا بدي اقعد اسالك عن 5 سنين اشياء، هلا ما بعرف شو بدك تعمل. بدك تقعد 5 سنين تخبرني من اخر مقابله لهلا. وين كانت اخر مقابله؟ انا بدي فضل فعلا ليه ترتكت؟ لانه برنامج حقيقه ناجح ومنشاف في الوطن العربي، وبرنامج حلو كثير صراحه، وبدي هني باسم كريستو والقيمين على البرنامج. فضل، بعد 3 سنين جمهورك كتير كتير حب الالبوم وحب انه انت طرحت البوم جديد بالسوق، شو عملت بهالثلاث سنين؟ يعني حصالت شو؟ يعني بهالثلاث سنين كنت عم حضر الالبوم، كنت طبعا من بعد ما اخذنا شي 50 اغنية او اكثر، طبعا يخلص سيدي نرجع نشوف اغاني احلى نحطها على جنب، وغيرت الالبوم مرتين ثلاثه. يعني حقيقه طلع معنا الحمد لله الاغاني الحلوه. اكيد. ليه بعد على البال؟ ليه اخترت الاغنيه هيدي تكون العنوان؟ بعد على البال كان دائما لما يعني بيخلص سي دي نقعد انا واصحابي طبعا نسمع الالبوم كله ونختار بالاخر اللي بنتفق عليه كلنا. يعني بعد ما نشيل من الخمسين 10 ايه واكثر اوي. طب شو بيصير بهوليك الأربعين أغنية؟ بيناموا شوي. حلو. الأغنية طبعا من ألحان بلال الزين، وتعاونت مع بلال كتير. شو بيعني لك بلال وقد ايه كان في عنده تعاون أو بصمة بهالألبوم؟ بلال الزين فنان حقيقة، فنان بكل معنى الكلمة، فنان رائع. هو كان بالأساس موسيقي، عازف كيبورد، بعدين صار موزع شاطر، بعدين اكتشفت انه ملحن رائع وفنان، ما بدي اقول كامل بس فنان بكل معنى الكلمه. موجه تحيه كثير كبيره طبعا. ان شاء الله دائما تتعاملوا مع بعض وتقدموا لنا اعمال حلوه.